هي تاخرنا معاها علاش منو هذا اللي بتتصل؟ ايوه انت متاكد انه هو يا رجال؟ مش معقول. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس يلا خير 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 خير. ماذا ماذا؟ حسبي الله. ماذا ما وجهك؟ ما لا تصلي على رسول الله. ما قد به من اللي مات واحد ما تصدقش من اقرب الناس لي. ماذا خير؟ ماذا طعني من لا حول ولا قوه الا بالله. ما فعل قهرك؟ طعنك؟ قهرني قهرني سهلة. واحد مخرجي سهل هذا من وسط البيت من أقرب الناس لي. وقفت معه في السراء والضراء، وقفت معه في الفرح والحزن، قدمت له أشياء وأشياء، في الأخير يطعني في ظهري أنا بين أنا مش مصدق. يا أخي الله يكتب أجرك، وأنا متأكد أنك ما فعلت هذا إلا لله ومن أجل الله عز وجل. ونعم بالله. صدق المثل الذي قال: ما يقبصك إلا قمن ثوبك. صح صح أعزائي المشاهدين، ما يلقصك إلا قمن ثوبك. هذا مثلنا لهذا اليوم ولهذه الحلقة. تابعونا. نحن الآن في فقرة قد شفتكم. نعم معنا استاذ. ساعدونا. همك موت علي. علي المشهور كاميرا. ليش كاميرا هذا؟ لاعب. لاعب يعني انت رياضي؟ لا سد الهدف. هذه طبعا الجبل التاريخي للمهرة. ما شاء الله عليك. انا بدي الان بدي له مثل شعبي. ما هو سعد؟ سعد من البدايه. لا خلي يمثل المثل الان. يلا هيا كله على حسب ذكائك. يلا ان شاء الله انا ذكي رقم واحد. تمشي. ايوه تمشي. اي شيء خرب علينا مش وقتك. روح يا استاذ خالد. اوب ايش قبصته؟ حلو قبصه. حلو قبصه. نو لا نو لا 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 مش يستاهل. جاب التلفون حقه. جوب ركز معي. معك. ركز معي. معك. ها أول حاجة ما هي؟ هذا ما هي؟ قبصة. حلو يا كريم. ما توفقنا. قبصة حار. بس إيش اللي قبصة؟ ها. ما درينا هذا نوب ولا شيء. أيوة ها. نملة. لا قريبة. قريبة هو زي النملة. قريبة أيوة. ها ها أمي تسويها. حق الراس. حق الراس. ايوه ايش هي؟ ايش هي؟ قم ايوه قمله. قمله 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 قمله. بالمهري ايش اسم القمله؟ كنميت. كنميت. كنميت باللغه المهريه. نعم. حلوه اللي بعده. فهمت؟ ايوه هذه امي تك. ها؟ كشخ هذا. لا اللي بعد الكشخ. توب توب. حلو 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 ايوه ايوه الحمد لله ايوه. ما عاد تشتي. طيب الآن الحركات هذه مرتبطة بمثل شعبي أو مثل عربي. ما هو المثل؟ يمشي بعدين يقبصك. مثل مثل أيوة. الجبل المهري مثلا. قبصك لأنه مد ددرتك. فين المترجم حقنا؟ فين المترجم؟ ما هو ما هو ما هو تقبصك إلا قبل التوبك. أيه؟ الله أكبر. حلو 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 أنا اللي بسطت لك قمت حبيبه هو والله حبك أنا من أول شيء. أحسنت 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 أحسنت. أيوة الجائزة هذه حقي. المشاهدون الكرام ها قد وجدنا الضيف الذي أجاب على هذا السؤال أو أجاب على هذه الفقرة. طيب لحظة عمرة. طيب حق مش عمرة. هذه تمثيل المثل. هذه تمثيل المثل حق الورد. حق الورد حق العمرة. أي رحلة حظ. رحلة حظ. إن شاء الله تكون حظ كلها. شوف يا حبيبي أها معك هذه 50,000 مش كلها معك منها. بص يا جني صلاة فضحنا. معك 20,000
واحد اثنين 19 هذه حقي هذه يا الله يسترخى هذه في جيبك هذه في جيبك حقك وهذه ترجع ظرفك ما انسى جاي صدق خالد ركز 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 ايش بقول راح تلعي لك كل يوم الله يحفظك الان ركز على الاهم علشان تشل هذه ركز الان ايش بقول لك الان ها ما عندك فلوس انت علشان انا مهتم اني ترجع لك هذه الان ما ايش لك ولكن لازم تسوي يا ولدي بس عشان تسوي حاجه شيء ايوه هذه وين هذه في ما بس ترون مساكين احرجني يا اخي مالك هذه علشان ترجع لك في شيء لازم تطبقه وتسوي وهو الحركات اللي سواها خالد الان انت شفت الموسم الماضي ايوه ارسل ديك بالضبط تعلم أيوة. الناس تسوي نفس الحركه مع ضيف اخر اعزائي المشاهدين طبعا وصلنا للمرحله الثانيه مع الاخ قلت لي كمارة المشهور كمارة المشهور نعم. ايش اسمك علي 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 مقامك الله يرفع مقامك علي لحبه طيب علي حصل على 20,000 من الخمسين حل وعدانا المثل الصحيح الان يا علي عتقوم بمقام انا شرحت لك تشرح لهم اذا اي واحد جاوب تقتسموا الجائزه نصين ما جاوبوش هذه بترجع لنا والله ما ترجع الحين امثل الان استاذ نبيل يفهمك ايوه الان خلاص انت فهمت الصوره وفهمت اللعبه وفهمت المسابقه كيف الان انطلق خذ راحتك بمن واحد ولا كلهم اختار واحد نبدا به تعال 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 المجال مفتوح للثلاثه ايوه للثلاثه أيوة طيب بس ادي لهم حلو يلا انت عرف على الاستاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك اسمك السلام عليكم اسمي طارق ها طارق استاذ وانت من محمود وانت كامل حياك يا استاذ كامل يلا ركزوا لي مع الاستاذ وعرفوا ايش بيقصد بالحركات هذه وما هو المثل يلا ها ايش قصده انا ايش بيقصد هنا لا تكلم ايش بيقصد هنا ايش قصدك الو ما فهمت ما فهمت انت كيف ها يمشي منو اللي يمشي يمشي يسحب لا غلط ما بدي افعل قبصه ايوه حلو. قبصه حلو حلو حلو, حلو. حلو حلو يلا قبصة ايش هذا هذه كلمه من المثل اي اللي بعدها قبصه صفار ذر لا هذه بعدها لا ما تتكلمش اللي بعدها صفار ذر اي ما هو صفار نمل شبيه النمل لا ما هو الذي يلقص جنب بعوض لا ها السلام عليكم وعليكم السلام ها قبصه قبصة يعني أي دين بعوض ايش لا اسمع قبصة بعوض لا غير البعوض نمل لا صفار ما هو صفار ذر لا ها شوف كم بيشير لك كمل ها كمل يا سلام ايش كمل حبيبي ايوه يا سلام حبيبي ايوه ذكرني باسمك كامل قال قمل حلو ها ركز على الثانية ها ايش بيقصد الان هنا ايش ثوب ايوه حلو ايوه حلو يا سلام ثوب دي لها المكان فرحان بالجائزه ها الثالثه لا في مثل عندكم معروف في المهره قبص في حلق رقبته طيب هو الان الحركات هذه بيحاول يوضح لكم مثل شعبي ما هو المثل الشعبي اللي بيقصده ما هو المثل الشعبي المثل الشعبي القريب المرتبط بهذه الحركات يعني حركه المجنون يعني لا مثل مرتبط بالقمله مرتبط بالقبص يعني بالثوب حركات يعني مثل ما تقول انا عليها يعني كامل عليها يعني ايش المثل ما هو المثل الشياكه كامل الطوب. لا كامل انت ما هو المثل مثل عندكم مثل شعبي زي المثل اللي تقول على قد على قد فراشك مد رجلك ايوه القمل قبص ما ايوه في مثل ما مدري ما هو عندك ثوب الوسخ ولا هذا لا 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 ركز رتب وركز في مثل شعبي اذا انت سمعته من قبل قال المثل ايش مثل في راسك هو قريب كامل هل في مثل في راسك هل في مثل في راسك قريب من الحركات هذه من القبص والثوب والقمل وال الثوب ممكن تبقى قمل ايوه شلو تقره لا 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 اديتني التوتر الرجل خايف على جائزته ها ها يا
اخي مثل ما تقول كامل وصيب اللي في راسي. يبدو باننا معروف. يبدو باننا أنا كامل. انا اقول لك كامل. كامل قريب. انا ايش داري؟ انت اديت قبس ايوه وقمل وثوب. في مثل عندكم يقول لك ما كا 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 يقبصك. ايوه يقبصك. ما يقبصك ايش؟ ها ما يقبصك الا قبل ثوبك. يا سلام يا سلام. ما رايك يا استاذ نبيل؟ ما والله كان اشتق بصه هنا. والله اشتق بصه هنا قهرني. كيف عارق الرجال قد فعل. لحظه ايش يفهم الان؟ هل من المبلغ هذا سيضاف الى حسابها سابق؟ عايز يضاف لحسابه والاخوان شارك. هذا شارك بكلمه. اي شيء القمله. أنت شارك بالقملة؟ الله يكتب أجرك. الناس يشاركون بكبش بخروف بثور جاي شارك بقملة. أنا أستاذ نبيل أتسمعك تراحي ورجع لك. تفضل بعد إذن المخرج. أنا أقول 5000 بالكلمة حقه. بالقملة. أيوة مش بالكلمة. أيوة صحيح. لحظة لا في حاجة جميلة. قرب قرب لك. عطي هذه شو منك من حقك. عطي 2000. بالله عليكم تحية. لا يستاهل والله يستاهل. يا سلام. والرغم انه بخيل ولكن يستاهل. 2000 ريال. 2000 يستاهل. اعطيه انطلق. 2000 بس يستاهل. هذه 5 حق الرجال. لحظه هذه 5 حق الادمي. حلو. اغلى قمله في العالم. لحظه قل لي هذا ما دريت حقيته منين. ما عليك قل لي كم هذا يا خالد. 2000. لا 3. طيب. ليش ما تسوي بالأخ؟ باقي لك 5. أعطيه. ها يستاهل. تفضل. بقي له 10 لك و10 للأخ كامل. يستاهل يستاهل. انطلق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تفضل تفضل. مبروك. 1000 مبروك لكم. خلاص انا الصوت طلع. ألف مبروك لمتسابقينا. ألف مبروك لمتسابقينا. كان ما حصل هو تشجيع، وأيضا كانت الرسالة هو تعريف الأمثال الشعبية اليمنية وغيرها والأمثال العربية. نشكركم على متابعة هذه الفقرة. شكرا أستاذ خالد على الحماس وعلى الصوت المميز الذي دائما يحيي لنا هذه الفقرات. كونوا معنا في مشهد آخر. تابعونا.